من هو الأقوى في هذه الدنيا؟ يعني أستحضر في الجواب عن هذا السؤال رحلة ذلك الباحث الذي بحث عن الأقوى في هذا الوجود، فقال: بحثت عن أقوى الأشياء فوجدته الحديد، نظرت إلى الحديد فوجدت أن النار تمدده، فعلمت أن النار أقوى من الحديد، نظرت إلى النار فوجدت أن الماء يطفئها، فعلمت أن الماء أقوى من النار، نظرت إلى الماء فوجدت أن السحاب ينزله، فعلمت أن السحاب أقوى من الماء، نظرت إلى السحاب فوجدت أن الرياح تجره، فعلمت أن الرياح أقوى من السحاب، نظرت إلى الرياح فوجدت أن الجبال تصدها، فعلمت أن الجبال أقوى من الرياح، نظرت إلى الجبال فوجدت أن الإنسان يعلوها، فعلمت أن الإنسان أقوى من الجبال، نظرت إلى الإنسان فوجدت أن النوم يسكته، فعلمت أن النوم أقوى من الإنسان، نظرت إلى النوم فوجدت أن القلق يذهبه، فعلمت أن القلق أقوى من النوم، نظرت إلى القلق فوجدت أن الإطمئنان يعدمه، فعلمت أن الإطمئنان أقوى من القلق، حينها علمت معنى قول ربي: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأقوى هو المطمئن بذكر الله تعالى.